الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا، وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. في قول الله سبحانه وتعالى عن زكريا عليه السلام، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. أنى، كيف يكون لي غلام وقد بلغني الكبر؟ بلغ من الكبر عتيا كما في الآية الأخرى، عظم في سنه وكبر في شيخوخته، فتعجب كيف يكون منه الولد رغم أنه سأل الله سبحانه وتعالى الذرية الطيبة، وهو يعلم أن الله سميع الدعاء ويعلم أن الله على كل شيء قدير، لكن سأل عن الكيفية التي يكون بها هذا الولد، والذي يظهر أنه علم أنه سيكون من امرأته تلك ليس من امرأة غيرها، لأنه تعجب من ذلك وقال وامرأتي عاقر. فالذي يظهر أنه علم من بشارة الملائكة أن الله سبحانه وتعالى يبشره بولد من امرأته الصالحة، كما يدل عليه قوله سبحانه وتعالى وأصلحنا له زوجه. قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فذكر عن امرأته تلك الصفات الحميدة، فهذا من كمال السعادة ومن كمال إجابة الدعاء، لأن الذي عاشر امرأته هذه المدة الطويلة ووجد منها الصلاح والخشوع والتقوى والطاعة، فإنه يود أن لو رزق منها الولد أكثر من، يعني يكون أكثر شهودا للنعمة ومعرفة بالفضل من أن يرزق الولد من غيرها. أو يكون هذا السؤال من باب يعني التأكد من أن هذه البشارة هل تعني أنه يكون الولد من امرأته هذه أم من غيرها، هل يرزق هذا الولد من هذه المرأة أم من غيرها. وكذلك يظهر والله أعلم وأعلم أن هذا السؤال من باب أن الإنسان إذا بشر بأمر فهو يحب أن يسمعه متكررا وأن يعاد عليه مرة أخرى، فيحب أن يسأل
عن الكيفية لا من باب أنه يستبعد ذلك أو يعني يراه لا يقع، ولكن ليسمع الكلام مرة أخرى ويسمع البشارة مرة أخرى حبا لهذه البشارة وفرحا بها، كما يسمع إنسان خبر سار فخبرا سارا فيقول أعده علي، كيف حدث ذلك؟ من أين لك بهذا الخبر؟ وهو ليس له مقصد إلا في أن يسمع الخبر مرة أخرى وأن يتأكد لديه الخبر، يقول كما قلت لك مثلا، كما يقول القائل هو كما قلت لك، فيحب أن يتكرر عليه ذلك فرحا بالبشارة الطيبة والخبر السار. والله أعلى وأعلم. قال سبحانه وتعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال الملك الذي بشر: كذلك الله يفعل ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر. وتأمل هنا، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال لمريم قال كذلك الله يخلق ما يشاء، وهما بمعنى واحد والفعل هنا، لكن في مريم لأجل أن يكون كلام الملك نصا في أن عيسى مخلوق وأن الله خلقه حتى لا يحتمل الأمر شيئا، ولما لم يختلف الناس في يحيى وأنه مخلوق فذكر ذلك بصيغة الفعل كذلك الله يفعل ما يشاء. والله أعلى وأعلم. وفيه إثبات فعل الرب سبحانه وتعالى وإثبات مشيئته، وأنه يفعل بمشيئته سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء عز وجل. ما لها وجه. كلاهما مخلوق، في أفعال العباد مخلوقة كلها، أفعالهم وذواتهم، لكن لتكون نصا والله أعلى وأعلم في خلق عيسى صلى الله عليه وسلم، وأما يحيى فغير مختلف في شأنه. قال رب اجعل لي آية، يريد أمرا خارقا للعادة، علامة على بدء تحقق هذا الأمر، على أن هذا الأمر متى يقع، قد وعده الله سبحانه وتعالى بوقوع هذا الأمر وولود الولد منه، فكأنه أراد أن يعرف علامة يعرف بها ابتداء حصول هذا الأمر، فقال آيتك علامتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أنك مع سلامتك وكونك صحيحا معافى لا تستطيع أن تكلم الناس إلا بالإشارة، حبس لسانه عن النطق إلا بذكر الله سبحانه وتعالى في كلام الناس، أما فيما يذكر الله عز وجل واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار فهو قادر على النطق والكلام، لكن لا يتكلم مع الناس ولا ينطق معهم، ولكن أمر بكثرة التسبيح، ولذا خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، وهذا دليل على أن الآية بدأت من ساعة ما بشر، وأن الأمر وقع كما من ساعة ما أخبر. والله أعلى وأعلم. حملت امرأته بمجرد ما بشر، وهذا الحديث وهذه الآية الكريمة تدل على تأكيد كثرة الذكر والعبادة عند حصول النعم، وخصوصا أذكار الصباح والمساء، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، فلا شك أن القدر الأدنى من ذلك هو الصلاة الواجبة، ولكن يستحب أن يزيد الإنسان في أوقات بداية اليوم ونهايته، فالعشي هو آخر النهار والإبكار هو أول النهار، وهذه أوقات بداية اليوم ونهايته تذكر الإنسان ببدايته ونهايته، وأن حياته كما هي عبارة عن أيام، فكما كان لها أول وآخر هذه الأيام
فكذلك حياته، يتذكر الإنسان ذلك كلما قال أذكار الصباح والمساء حتى لا يغفل عن آيات قدرته سبحانه وتعالى وتدبيره للأمر كله. وسبح واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، فعند حصول النعم يشرع كثرة الذكر والشكر والتسبيح حمدا لله سبحانه وتعالى. ولذا قال لأهله أن سبحوا بكرة وعشية، قال لهم إشارة أن سبحوا بكرة وعشية. ولم يذكر في هذا الموطن قصة يحيى عليه السلام وصفاته، اكتفاء بما ذكر في سورة مريم، وانتقالا لما هو المقصود الأصلي من هذه الآيات ونزولها من مناظرة النصارى نصارى نجران في شأن المسيح صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، كما ذكرنا في إذ الأولى. إذ قالت امرأة عمران، أي واذكر حين قالت امرأة عمران، فكذلك هنا وإذ قالت الملائكة واذكر حين قالت الملائكة، يقول هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم عليها السلام عن أمر الله لهم بذلك، عن أمر الله للملائكة بذلك، أن الله قد اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس، واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فاصطفاها حتى طهرها، ولما طهرت اصطفاها رفعا لشأنها ومنزلتها، فاصطفاها مرة بعد مرة. وفعل العبد بين هدايتين من الله عز وجل وتوفيق منه سبحانه وتعالى، هداية أن اختاره ففعل، وهداه ثانية بعد هدايته فازداد هدى. ففعل العبد اصطفاء من الله عز وجل أولا أن هيأه لأن يفعل الطاعة، فلما فعل الطاعة اصطفاه برفع المنزلة واصطفاه برفع القدر والقبول وعلو الدرجات، ثمرة لهذه الطاعات، وهي في الأصل ثمرة لاصطفاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك من وفقه الله عز وجل لطاعته فهو المصطفى المختار المجتبى الذي اختاره الله سبحانه وتعالى. ربك يخلق ما يشاء ويختار، أي يصطفي، يصطفي من يشاء سبحانه وتعالى. وعباد الله المؤمنين، عباد الله المؤمنون إذا سمعوا ما ذكر الله سبحانه من اصطفائه لعبد أو أمة من عباد يفرحون ويحبون من اصطفاهم الله عز وجل. وأما أهل الكفر والحقد والحسد فهؤلاء الذين أشرقون بهذا الاصطفاء كما شرق إبليس باصطفاء الله لآدم. فما من رجل أو امرأة يسمع باصطفاء الله سبحانه وتعالى لعبد أو أمة حتى يحبه حبا لاصطفاء الله سبحانه، حبا لله عز وجل، رضا بفعله سبحانه، علما بأن الله سبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها. قال أي اختارها لكثرة عبادتها وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس، واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. روى عبد الرزاق عن سعيد بن مسيب في قوله تعالى إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، قال كان أبو هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. خير نساء ركبنا الإبل يعني خير نساء العرب،
وخير نساء يعني ركبنا الإبل مطلقا، لكن عامة من يركب الإبل من العرب، لكن عموما كل من ركب الإبل فخير النساء نساء قريش. أحناه على ولد في صغره، شديدة الحنو والعطف والشفقة والرقة على الولد الصغير، سواء ولدا ذكرا كان أنثى، الولد تشمل الذكر والأنثى، وذلك أن الطفل إذا نشأ في حنو وشفقة نشأ سوية الشخصية، ونشأ بسبب هذا الحب ليس عنده نقص أو قصور يحاول تعويضه بأنواع التكبر على الخلق والأذية لهم بسبب قسوة بالغة قد تكون من أحد الأبوين. ولا شك أن الأب دوره أقل في داخل البيت، فحنو المرأة على الولد في صغره وهو يحتاج إلى ذلك من أسباب استواء الشخصية. وأرعاه على زوج في ذات يده في كل ما يملكه، في ماله وما يملكه ترعاه وتنصح له. وأراد أن ليس لم يدخل في هذا تفضيل نساء قريش بمن فيهن من الفضليات كخديجة وفاطمة رضي الله عنهما، لم يدخل هذا، لم تدخل مريم عليه السلام في التفضيل بأن نساء قريش خير منها، لأن مريم لم تركب بعيرا قط، فلسنا نساء قريش لسنا خيرا من مريم، لأن مريم لم تدخل في التفضيل، خير نساء ركبنا الإبل، مريم لم تركب الإبل، فإذا لم تدخل في هذا التفضيل، ومريم أفضل كما ذكر الله سبحانه وتعالى واصطفاك على نساء العالمين. قد يقول البعض فقد قال الله عز وجل عن بني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين، فنقول هنا نقول عالمي زمانهم، العالمين في زمانهم، على الناس في زمانهم. لماذا؟ لأن الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، وقال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وفي الرواية الأخرى أهل الجنة حديث الآخر أهل الجنة 120 صفا 80 منهم من هذه الأمة. ففضل الأمة هو الذي جعلنا نؤول العالمين في بني إسرائيل على أنهم عالمي زمانهم. أما في مريم عليها السلام فليس عندنا دليل يقتضي فضيلة أحد على مريم، فنحملها على عمومها العالمين، العالم كله، على كل نساء العالم منذ وجد إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها بمن فيهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. وهذا هو الصحيح، خلافا لمن قال أن فاطمة رضي الله عنها أفضل من مريم، أو خديجة رضي الله عنها أفضل من مريم، وإن كانت خديجة ومريم من أفاضل نساء العالم كله، وخير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، خير نسائها في زمانها وخير نسائها في زمانها. لكن عموم قوله تعالى واصطفاك على نساء العالمين كما ذكرنا بلا دليل يخصص العالمين بعالم ذلك الزمان، يدل على فضيلة مريم على جميع النساء. قال رواه مسلم من هذا الوجه، وروى عن علي بن أبي طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث من أظهر الأدلة على فضيلة خديجة رضي الله عنها، وهو ظاهر في أنها أفضل من فاطمة رضي الله عنها، وإنما فضلت فاطمة رضي الله عنها بتربية خديجة طبعا
في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي، مع طبعا شرفوها بأنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خديجة ظاهر من هذا الحديث أنها خير نسائها، وكانت فاطمة رضي الله عنها رغم أنها أصغر بناتها إلا أنها أدركتها قطعا ويقينا. وروى الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. أخرجه الترمذي وصححه. وهذا دليل على أن خير نساء العالم على الإطلاق هؤلاء الأربع. حسبك يعني يكفيك شرفا وفضلا، يكفيك في معرفة فضيلة من أفضل النساء هؤلاء الأربعة: مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. وروى الرازي قال عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه قال: كان ثابت بن البناني يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. صححه الشيخ الألباني أيضا. رواه ابن مردويه. وروى ابن مردويه عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الروايات التي فيها ذكر فاطمة تبين أنها قد ربما لم تذكر في بعض الروايات إلا أنها مذكورة في الروايات الأخرى. وهذا الكمال لا يلزم منه النبوة، وذلك أنه بإجماع المسلمين أن خديجة ليست نبية، وقد ذكرت في الكمل من النساء، في الكاملات من النساء، واستدل به من قال بنبوة مريم وليس بدليل ظاهر. وهذا الحديث أيضا فيه فضل عائشة رضي الله عنها رغم أنها لم تذكر في الكاملات، لكن فضلها عظيم لأن الثريد سيد الطعام عند العرب. وروى ابن جرير عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. أخرجه الجماعة، رواه البخاري ومسلم وباقي الجماعة إلا أبا داود. ولفظ البخاري: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الحمد لله. قال: وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه في قصة عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم في كتابنا البداية والنهاية ولله الحمد والمنة. قل: ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والركوع والسجود والدؤوب في العمل لما يريد الله بها، والدؤوب في العمل لها يعني العبادة، كثرة العبادة. يقول: لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره وقضاه مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين بما أظهر الله فيها من قدرته العظيمة، حيث خلق منها ولدا من غيرهم. فقال تعالى: يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أما القنوت فهو الطاعة في خشوع، كما قال تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وروى ابن أبي حاتم سند فيه ضعف عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. قال فيه نكارة، هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يظهر أنه من كلام. وقال مجاهد كانت مريم عليه السلام تقوم حتى تتورم كعباها، والقنوت وطول الركود في الصلاة، يعني القيام، يعني امتثالا لقول الله تعالى يا مريم قنوتي لربك. قال الحسن يعني اعبدي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أي كوني منهم. قال الأوزاعي ركضت في محرابها راكعة وساجدة وقائمة، الركود بمعنى البقاء الاستمرار، ماء راكد يعني ماء ايه دائم مستمر. قال حتى ركضت في محرابها راكعة وساجدة وقائمة حتى نزل الماء الأصفر في قدميها رضي الله عنها وارضاها. طبعا هذا لا يثبت. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكذيمي وفيه ما قال عن يحيى بن أبي كثير في قوله يا مريم قنوتي لربك واسجدي، قال سجدت حتى نزل الماء الأصفر في عينيها. كل هذا لا يثبت. وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن شوذب قال كانت مريم تغتسل في كل ليلة. لا شك أنها امتثلت ما أمرها الله عز وجل به، إذ مدحها الله عز وجل وقال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إذن قد قنتت، قد عبدت ربها وأطاعت ربها فيما أمرها الله عز وجل به، وأكثرت من الصلاة وكانت تركع مع الراكعين. هل يلزم من ذلك أنها تكون معهم في نفس العبادة كصلاة الجماعة، أو أن تكون معهم بمعنى معهم بهيئتها كما قال سبحانه وتعالى وتقلبك في الساجدين، يعني هو يراك حين تسجد مع من يسجد، وكان ذلك قبل أن يهاجر إلى المدينة، بل كان في مكة وهو في الليل كان يقوم الليل منفردا، لكن في يراه الله عز وجل من بين الساجدين في الأرض، فاركعي مع الراكعين أي بالصفة. وهذا يدل على أن العبد إذا علم باصطفاء الله له فاختاره لدين الإسلام، واختاره لاتباع خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، واختاره فوفقه لحفظ القرآن وفهمه والعمل به، فعليه أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من عبادة الله. فأنت أيها المسلم لك نصيب من هذه المعاني، لأن الله اصطفاك، اصطفاك حيث جعلك مسلما. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأنت أيها المسلم مجتبى مصطفى. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهادي هو اجتباكم. فالله اجتبانا. وقال عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فبوراثتك الكتاب أنت تؤمن بالقرآن وفي يدك القرآن، فإذا وفقت للعمل به فقد ورثته، وإذا وفقت مع ذلك لحفظه والقيام به فنصيبك من الوراثة أعظم. فأنت قد اصطفيت وطهرك الله من الوثنية والشرك وعبادة غير الله، واصطفاك على عالم زمانك أيها المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأمم الأخرى تعبد الأوثان وتعبد الأشخاص وتعبد الصلبان وتعبد الطواغيت، ومنعك بفضله سبحانه وتعالى من ذلك. فماذا تصنع؟ أكثر من الشكر والذكر والعبادة، وتحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. وكذلك الأمر بذلك تهيئة، الأمر بالعبادة والسجود والركوع كان تهيئة لمريم لتتحمل ما سوف تبتلى به. الإنسان إذا كان
موفقا لعبادة الله فله الدرجات العالية. قد لا تكون هذه الدرجات يبلغها عمله، فيبتليه الله سبحانه بأنواع من البلايا حتى يصل إلى هذه المنازل. كما أنه لابد من البلاء ولا بد من أن تظهر عبادة الصبر والاحتساب والتفويض والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فلن يكون العبد مهيئا لذلك بأفضل من كثرة الصلاة، كثرة الركوع والسجود، وكثرة القيام لله سبحانه وتعالى. كلما اقترب العبد من الله وأكثر من عبادته، كلما هيأه الله سبحانه وتعالى للمراتب العالية. هي مقدمة على ابتلاء ورفعة، على محنة ورفعة. مريم أمرها الله عز وجل على لسان الملائكة أن تكثر من الصلاة، شكرا لله على اصطفائها أولا، وشهود هذا يجعل العبد يعني يكاد يذوب شوقا لله سبحانه وتعالى وحبا له وشكرا له. ثم هو باصطفاء الله له هذا وبعبادته مهيئ لمنازل أعلى، والمنازل الأعلى لابد فيها من محنة ولابد فيها من عبادات لا تظهر من العبد إلا في وقت الشدة، فله الحمد سبحانه وتعالى، ونسأل الله العافية. فلذلك يقدر الله عز وجل المحن على عباده المؤمنين ليزدادوا عبادة، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إيمانا وإسلاما. فالإيمان بالباطن والأحوال القلبية الباطنة والتصديق بوعد الله، وإسلاما بكثرة الركوع والسجود والقيام والصيام والذكر والتسبيح وسائر العبادات الظاهرة، فالعبد يهيأ بذلك لمنازل عالية، محنة ثم رفعة. لذلك قال ابن كثير، قال أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره وقضاه، مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين. يعني كيف تواجه المحن؟ بكثرة القيام والركوع والسجود والذكر. كيف تقابل النعم؟ بالكثرة الذكر والتسبيح والتحميد والشكر لله سبحانه وتعالى. كيف تصل إلى المراتب العالية؟ بكثرة العبادة. العبادة يعني مفتاح الخير، وخصوصا الصلاة خير أعمال العبد. وبعبد يعني لا يصلي لا يمكن أن يرتفع، وإنما يرتفع الإنسان بكثرة صلاته مع الخشوع والخضوع. لذلك قالوا أن القنوت طاعة في خشوع. قنوت بمعنى الطاعة المداومة عليها، وفي نفس الوقت في خشوع وخضوع. وكما ذكرنا أنه يتضمن معنى القيام، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت طول بالتاء، طول القنوت طول القيام. قال عز وجل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت أين قصه عليك، قال ابن كثير أين قصه عليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم عنهم معاينة عما جرى، بل أطلعك الله على ذلك كأنك أنت حاضر وشاهد لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها، وذلك لرغبتهم في الأجر. فيه علم من أعلام النبوة، ذلك من أنباء الغيب، الإخبار بالغيبيات الماضية التي لم يكن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولا قومه ولا أحد. ومن العجيب من الآيات البينات في هذا أن هذا الخبر خصوصا خبر اقتراع زكريا عليه السلام مع علماء زمنه في كفالة مريم ليس موجودا عند أهل الكتاب بأي نوع من أنواع القصة، غير موجودة في أي كتاب من كتابهم. فقصة اقتراع زكريا عليه السلام بإلقاء الأقلام لم يعرفها أهل الكتاب ولا في أي من الأناجيل ولا الرسائل ولا
الكتب المذكورة التي يعرفونها. فلماذا اختص من وسط الخبر مع أن سياق القصة ليس فيه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الموطن، يعني أقصد في من بدايتها إلى أن إلى أن قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن حاجوك من بعد ما جاء فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك فقل تعالى. لكن في وسط القصة خبر مقترن بذكر وما كنت لديهم إذ يلقون، يعني معجزة باهرة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة كما ذكرنا لا يعرفها أهل الكتاب، وإنما هي محض إخبار بالغيب من رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم. واختص هذا الجزء من القصة لأنه ليس عندهم منه شيء، بخلاف ما قبل ذلك وما بعده فعندهم منه شيء من العلم وإن حرفوه أو بدلوه. أما ما ذكر ابن كثير من أن ذلك كان رغبة في الأجر فهو الصحيح، وهو مقتضى حال الأنبياء والعلماء، لأن هناك ادعاء آخر من بعض أهل التفسير من أن ذلك كان رغبة عنها لا رغبة فيها، من أنه أصابهم جدب وقحط فاقترعوا حتى يعني من خرجت قرعته فهو الذي يكلف بكفالة مريم، وذلك هروبا منهم من شدة الحال. وهذا ضعيف جدا وليس من حسن الظن بالأنبياء والعلماء. روى ابن جرير عن عكرمة قال: ثم خرجت بها، يعني أم مريم بمريم، تحملها في خراقها إلى بني الكاهن ابن هارون أخي موسى عليهما السلام. قال: وهم يومئذ يلون في بيت المقدس ما تلي الحجبة من الكعبة، فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة. الكاهن ده اسم وليس صفة، الكاهن ابن هارون يقول بنيه الأحفاد يعني الذين كانوا يتولون حجابة بيت المقدس، فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة يعني المنذورة، فإني حررتها وهي ابنتي ولا تدخل الكنيسة حائض، وأنا لا أردها إلى بيتي. فقالوا: هذه ابنة إمامنا، وكان عمران يأمهم في الصلاة، وصاحب قرباننا. قال زكريا: ادفعوها إلي فإن خالتها تحتي. قد سبق الكلام على أن مريم وعيسى ابن خالة، وأن مريم وعيسى ابن خالة، أن عيسى ويحيى ابن خالة، استغفر الله. وهذا يقتضي أنه ابن بنت أن 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 عيسى عليه السلام ابن بنت خالة عيسى عليه السلام، أن عيسى يعني يكون أصغر، لأن يقول خالتها تحتي. الذي يظهر والله أعلم وأعلم أن هذا خبر لا يعرف سنده، يعني ليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام أن خالتها تحتي، ولكن الذي يظهر أن أختها كانت تحته، لأن هذا على ظاهر الحديث أنهما ابن خالة، وليس أن أمه بنت خالة يحيى عليه السلام. قال: فقال زكريا: ادفعوها إلي فإن خالتها تحتي، تحتي يعني امرأته. فقالوا: لا تطيب أنفسنا، هي ابنة إمامنا. فذلك حين اقترعوا عليها بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة، فقرعهم زكريا، ألقوها في نهر الأردن، فجرت الأقلام كلها مع النهر إلا قلم زكريا ظل ثابتا يجري خلاف النهر، خلاف جرية النهر. قال: فكفلها. وقد ذكر عكرمة أيضا والسدي وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد، دخل حديث بعضهم في بعض، أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم، فأيهم يثبت في جرية الماء فهو كافلها، فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت،
ويقال انه ذهب صعودا يشق جرية الماء، انه كان اتجه اتجاه العكس ايضا، وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمهم وامامهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. هذه الآية دليل على مشروعية القرعة فيما لم يمكن تقسيم الحق فيه إلا بها. وقد اقترع زكريا واقترع يونس واقترع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرع صلى الله عليه وسلم بين نسائه في أمر لا يمكن التمييز فيه، وهو إذا أراد سفرا كان يقرع بين نسائه. فكل أمر تشاح الناس فيه ولم يرتضوا بالقسمة فيما بينهم بأمر معين اقترعوا، كأسهم المواريث إذا لم يرتضوا على التقسيم تقسم أسهم وكل منهم يريد هذا القسم تقسم بالقيمة، ثم يقرع بينهم في من يأخذ هذا ومن يأخذ هذا ومن يأخذ هذا، إذا تراضوا فيما بينهم كان الأمر على تراضيهم. لكن كل أمر لا يمكن اتفاق الناس فيه ليس من سبيل للتمييز والتفريق بينهم إلا بالقرعة، استعملت فيه القرعة خلافا لمن قال هي قمار، ولكن هي أو أنها مثل الاستقسام بالأزلام، ليست كذلك، هي أمر شرعه الله عز وجل عند الحاجة إليه فقط، ولا تشرع القرعة مثلا في حقوق العباد فيما ثبت من حقوقهم. يعني ما ينفعش مجموعة ناس يجمعوا مال ويقولوا هنعمل قرعة واللي يطلع ياخد فلوس ويمشي، مثل هذا يكون ميسرا، لكن الأمر في حقوق لا يمكن التمييز بينها مع تساويها وتشح الناس فيها إلا بالقرعة. الاستقسام الأزلام واحد بيكتب أفعل لا أفعل وغفل، يروح جاي ضارب القداح دي ويخرج واحد منها يبني بناء على ذلك عمله. لكن القرعة كما ذكرنا حقوق الناس تساوت، حقوق متساوية، ولا يمكن الترجيح إلا بإيه؟ لا يمكن الترجيح إلا بالقرعة، فتستعمل القرعة في تلك الحال. وفي هذه الآية المسابقة إلى الخيرات، حتى ولا يفرط الإنسان في الخير حتى لو لم يجد إلا القرعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء ما في العشاء ما فجر في الفجر والعتمة لا أتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني لو كان الناس هتتنافس على الأذان وعلى الصف الأول ويجوا بدري كلهم وفي نفس التوقيت والمكان لا يتسع إلا لواحد، أو الأذان لا يصلح إلا من واحد وكلهم حسن الصوت ولا لا سبيل للتمييز بينهم، لم يجدوا إلا القرعة لفعلوا ذلك، لا تنافسوا حتى يستهموا. وقد وقع ذلك كما تنافس الناس قبل القادسية في الأذان فأقرع سعد بينهم فخرجت قرعة أحدهم فأذن. الغرض المقصود أن التنافس على الخير، أنه تنافس على الخير، وكذلك يدل على رعاية ذرية الصالحين والفوز بشرف رعاية من تركهم الصالحون من ذريتهم. فإمام بني إسرائيل كان عمران والد مريم، مات وخلف يعني ذرية لابد أن يوجد من يرعاها، فكان تنافسهم على رعاية العهد، كان تنافسهم على الوفاء بعهد إمامهم وعالمهم الذي كان يأمهم في الصلاة، وكانوا يعرفون قدره ومنزلته. فرعاية أسرته من بعده ورعاية ذريته شرف يتسابق إليه الصالحون، بل يتسابق إليه الأنبياء. فزكريا على شرفه ومنزلته وما حباه الله به من النبوة لا يفرط في هذا الخير ويبادر حتى يكفل مريم عليها السلام، وكان ذلك من الخير العظيم لمريم حيث صحبت زكريا عليه السلام فاستفادت من علمه وعمله وعبادته ما هيأها لهذه المنازل العالية. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.
وما هي صلاحيات الأخ في التعامل مع أخته من حيث منعها من الخروج ملابس غير شرعية وأي أمور أخرى؟ لا شك أنه عليه أن يدعوها إلى الله ويأمرها بالمعروف ونهاها عن المنكر. وكونها تخرج ملابس غير شرعية لا يجوز. أما مسألة الضرب مثلا فهذا إذا كان هو وليها، إذا كان هو وليها وليس أبوها موجودا. أما إذا كان أبوها موجودا فيكون بإذن أبيها. إذا سبته أو ضربته هل له أن يضربها؟ كما ذكرت أبوها هو المكلف بذلك، إلا أن يكون الأخ الأكبر هو الولي. إذا كان على امرأة قضاء شهرين، أحدهما للرضاعة والآخر في حمل، خشيت فيها على نقص الغذاء للجنين، ولكن ليس من مرض، ليس من رمضان الماضي، من أعوام سابقة، عليها الفدية، عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وإن شاءت أن تقضي تقضي. برامج الحاسب التي لا يمكن استخدامها إلا بعد التأشيرة بالموافقة، وهي مملوكة أغلبها مملوكة لغير المسلمين. إذا كانت مملوكة لغير المسلمين ولم يكونوا معاهدين، لأن يعني ربما يكون كافرا معاهدا، أو يكون قد باع هذا الحق لمسلم يتضرر من هذا الأمر، إذا لم يكن كذلك جاز أن يستعملها. بيقول مكتوبة ممكن تكون بالإنجليزي ومكتوب عليها موافق قرأت هذه الوثيقة وأعلم ما فيها، ينبغي أن يقرأها أو يأتي من يترجمها حتى لا يكون كاذبا في قوله أنا موافق. اللي ما يعرفش يسأل. قول هذا أستغفر.